السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو خاص على اكوا بارك اللي كيتواجد في مدينه بني ملال. واحد البيسين اللي هو زوين بزاف كيبغيوه الدراري الصغار كيمشيو يلعبوا تما اللي هو سميتو دينولاند. غادي نشارك معكم الطريق اللي كتوصل ليه بالنسبه للناس اللي كيجيو من بزاف. حنا فاش مشينا لقينا يعني ماشي فيه غير ناس سكان ديال بني ملال، جايين ناس بزاف من جميع الاتجاهات، جايين من ازيلال، من خنيفره، من خريبكه، يعني لقيناه يعني عامر من كاع النواحي ديال بني ملال. غادي ان شاء الله نشارك معكم الثمن ديال الدخول، شنو اللي مسموح تدخلوا وشنو لا. دابا حنا كنتواجدوا في وسط بني ملال، هذه هي المدينه ديالهم. غادي دابا نشدوا اتجاه ديال لوطوروت. الناس اللي كيجيو من كازا ولا شادين لوطوروت راه في الدخله ديال بني ملال غادي تلقاوه تما. واللي جاي من الاتجاه ديال مراكش وازيلال وهذا راه كيمشي يشد الاتجاه ديال بحال غادي لتادله، ان شاء الله تما غادي يلقاه. بالنسبه لاوقات العمل ديال هاد البيسين كيبداو من 10 ديال الصباح كيساليو مع 6 ديال العشيه. هنا فاش كتوصلوا لهاد ستاسيون بيتروم هو راه اون فاس معاها، صافي غير كتوصلوا كتلقاو هاد الرون بوين. فاش توصلوا هاد الرون بوين دورو ورجعوا معاها الاتجاه اللي كنتو جايين معاه، رجعوا الاتجاه المعاكس. هنا غتلقاو غير كترجعوا كتلقاو الباب ديال الدخله، هو داك هو الباب الرئيسي اللي كيدي اللي كالطريق المزيانه اللي مصايبه. حنا حيت هنا في بني ملال كنجيو بزاف دائما كيبانوا لي الطوموبيلات هنا على اليسر، مشينا مع هاد البلاصه هادي وما شفناش الدخله هي الاولى. صافي ولينا دخلنا مع واحد البيس هنايا، كاين واحد البيس هنا دخلنا الطوموبيلات، هذا هو الباركينغ ديالو اللي شفتو. صافي دخلنا مع هاد البيس ومشينا. واول حاجه اللي كنصحكم بها وبغيتكم يعني ديروها بعين الاعتبار هي انكم تمشيو بكري، يعني ما تمشيوش حتى ل 12 ولا حتى لوحدة، هنا كتضيعوا النهار. وفاش كتمشيو ليه كتلقاوه عامر، ما كتلقاوش البلاصه، هما كيصايبوا لكم بلاصه زوينه كتجلسوا فيها ولكن كتولي بلاصه هما اللي كيختاروها لكم. اما الا مشيتو شويه في بكري نتوما كتختاروا البلاصه اللي بغيتو حدا وليداتكم. مهم هذه النقطه اللي بغيت اول حاجه نركز معكم عليها. حتى بالنسبه للباركينغ فاش كتجيو بكري كتقدروا تدخلوا الطوموبيله هنايا وكتخليوها في الظل، يعني كتعرفوا الحراره بزاف كاينه في بني ملال ديما سخونه. وهذه هي الدخله ديال دينولاند، وكيف ما كتشوفوا معايا يعني الاطعمه والمشروبات ضاربين عليهم، ممنوع انكم تدخلوهم. كيقلبوا لكم الساك ومانعين هذا الشيء، سامحين غير بالملابس البوركيني وداك الشيء ديال السباحه. وبالنسبه للماكله ولا المشروبات والماكله اللي عندهم، بناء على داك الشيء اللي خدينا حنايا كل شيء عندهم زوين وكل شيء عندهم نقي وثمن مناسب. غادي نشارك معكم غتشوفوا معايا المنيو. بالنسبه لثمن الدخول الكبار كيخلصوا 170 درهم، والصغار قل من 12 عام كيخلصوا 120 درهم. يعني اللي دخل كيقولوا ليه خلص، سواء كان غادي يعوم ولا ما غاديش يعوم، حيت هذا هو القانون ديالهم. وواحد السيده واخا قالت لهم زعما انها غادي تقابل غير ولادها الصغار، يعني ما قالوا ليها لا خاصك ضروري غادي تدخلي معاهم، غادي خاصك ضروري تخلصي. الا لما تفاهموا معاكم شافوا معاكم شي مره تكون كبيره، يعني هنا كيقدروا ربما كيتفاهموا. حيت واحد السيده نيس لقيتها داخله وامها قالت لي غير شافوها مره كبيره عرفوها ما غاديش تعوم، يعني خلاوها تدخل بلا ما تخلص. اما بصفه عامه اللي دخل خاصو يخلص. وهما اللي دخلتوا للسيت عندهم غتلقاهم دايرين الدخول 100 درهم. بزاف الناس اللي جايين معولين على انهم يخلصوا 100 درهم،
فاش سولناهم قلنا لهم السيس دايرين فيه 100 درهم ودابا كتقولوا 170، قال لك لا داك قديم، هذا الثمن قديم، حيت بزاف الناس انا قالوا لي راه حنا راه قديم. بالنسبه للماكله اللي عندهم كيف ما قلت لكم الصراحه احنا عجبتنا الماكله عندهم، كيف ما كتشوفوا هنايا ساندويتشات كل حاجه وثمنها، كاين بيتزا، كاين بيتزا ب 35، كاين على حسب شنو بغيتو، كاين هاد ساندويتش 35 حتى هو زوين، يعني الشاورما كاين عندهم، التاكوس اي حاجه بغيتوها كاينه، كاين لي غوفر، كاين اي حاجه بالنسبه اللي بغى يدير الكوتي في العشيه، كل شيء عندهم. صافي كل شيء كيف ما كتشوفوا، القهوه، العصيرات، المهم اي حاجه بغيتوها راه كاينه. بغيتوا تدخلوا الريستوران داخل وتاكلوا عندهم، بغيتوا تمشيو كاين الطبيلات في الغازو، كتمشيو بلاصه حاطينهم خاص زعما اللي بغى يمشي ياكل تما. المهم ديك الساعه انتما كتختاروا شنو بغيتوا. ملاك تلتحق بنا فورا المنصه، نيدا المامات طفله ملاك الالتحاق فورا بمنصه دائما نيدا الطفله دائما. هنا صافي وصلت 6 ديال العشيه، صافي كتوصل 6 صافي كيبقاو كيصفروا بالجهد، يعني ممنوع شي واحد يعاود مازال يدخل هنا. صافي كيبقاو ينظفوا في هاد المسابيح، كيجمعوا كل شيء. صافي لاحظوا معايا كان مسبح زوين صراحه ونقي، كلشي فيه منظم وكلشي فيه زوين. دابا صافي خرجنا، هذه هي الطريقه الرئيسيه اللي قلت لكم في الاول انكم تدخلوا معها من هنا. دابا حنا عاد خرجنا معها، غنوريكم الشارع من برا وغادي تشوفوا باش تعرفوا الدخله بالضبط فين كاينه. هذه هي ستاسيون ديال البتروم صافي، وكيف ما قلت لكم كتفوتوا غير شويه كتلقاو الرومبوا، هذه هي الدخله، كتلقاو الرومبوا هي هذيك، كدوروها وكتعاودوا تجيو من هذه البلاصه اللي خرجنا منها. هذه هي الدخله الرئيسيه، ما تدخلوش من ديك البلاصه اللي دخلنا معها احنا. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.